كابتن يعني بعيد عن مباراة منتخبنا، في كاس رابطة شغال، رأيك فيها حتى الآن بعد كمان خروج الناديين الكبار من المنافسة على الأدوار النهائية في هذه البطولة؟ ضيف لهم بيراميدز كمان. وبيراميدز كمان طبعا. يعني كاس الرابطة عايز أقول إن هي أفادت بعض الأندية زي نادي المحلة، المقاولين العرب، الفرق اللي هي جابت أجهزة فنية جديدة ومحتاجة تتعرف على اللعيبة، أو الفرق اللي جابت لعيبة جديدة زي الإسماعيلي ومحتاجة تولف لعيبة جداد على القدامى، وبالتالي فادت بعض الأندية، إنما مش ما فادتش بعض الأندية. وفي أندية ضرت كاس الرابطة نفسها، يعني في أندية عدم اهتمامها بالبطولة، ولما تكون اسم كبير زي الأهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز وما لهم مش مهتمين بالبطولة أو ما لهمش دور في الأدوار اللي بعد كده، إذا البطولة قلت قيمتها شوية. القيمة التسويقية أقصد يعني. للبطولة نفسها. للبطولة نفسها. الأهم من كده إن يعني علامة استفهام كبيرة عندي عن النادي الأهلي. أنا عندي بطولة كأس العالم ومهم جدا إن أنا متاخد مني اللعيبة ودول بيجهزوا مع المنتخب، ولو رجعوا اللي هيرجع منهم هيرجع جاهز. طب الأهم عندي اللعيبة اللي عندي، المطلوب إن أنا أجهزهم بشكل لائق عشان لما أطلع بيهم وما أناش عارف مين هيجي لي، خد بالك. فأنا محتاج كل لعيب معايا في القايمة أجهزه بشكل كويس جدا عشان أسافر بيه. للأسف أنا شفت الماتشات كلها بتلعب بالناشئين 14 ناشئين، بس كان في جزء منه عنده كورونا كابتن يعني في وقت من الاوقات، وانا في ناس مريحهم قال لك يعني برضه بقى لهم بيجهدوا في فتره من الفترات. حلو يعني. انا ما ينفعش. طب انا جيت كالاتي، حصل الاتي ان انا ريحت اللعيبه شهر من 26 ديسمبر، اول مباراه لعبها اللعيبه اللي لعبت الماتش الاخراني ده، الماتش اللي هو اللي فات مع سموحه، شهر كامل بدون ماتشات وديه. النتيجه ايه؟ فيرستا واتصاب واحد، التاني اجهد مش قادر. فانا كان لازم من بدري اجهز. عندك شناوي كمان اتصاب في البطوله، وشناوي اتصاب في البطوله، بس انا بتكلم على المسؤوليه بتاعتي انا كمسلماني ان انا اجهز لعيبتي اللي تحت ايدي بشكل كويس. ما ينفعش ان انا ادي راحه شهر بدون ماتشات وديه واكتفي بالتدريبات. انا عايز ادخله فورمه ماتشات واجهزه. ادينا شفنا النتيجه ايه، شفت المستوى ازاي الكره بتبعد، اللي بيلمه حسين شحات بيلم الكره بتبعد منه. محتاج ان انت تقف على الكره بشكل كويس جدا، ومحتاج ان انت حساسيه الكره ما تبعدش منك، دي ما بتجيش الا بالماتشات. فانا ما فهمتش خالص ليه موسيماني بعد اللعيبه دي خالص واهتم بالناشئين، وكان الناشئين دول هم اللي هيروحوا. انا اعمل توليفه جاهز لعيبتي وفي نفس الوقت بعرض الناشئين. بس في ناس كانوا مبسوطين ان شافوا مجموعه الناشئين دي. ما هو اللي مبسوط يا كابتن هيزعل لما يشوف ان اللعيبه اللي هيلعب بيهم كاس العالم. انا مش اهلاوي، انما لما شفت لعيبه الاهلي اللي هيمثلوني انا كمصري في كاس العالم بالمستوى دوت زعلت. ليه؟ انت ليه اهملتهم ما جهزتهمش بالشكل ده؟ انا في رايي الشخصي ان في علامات استفهام كبيره جدا على موسيماني، كان يعني محتاج إعادة حسابات كبيرة جدا. ويعني وأكبر حاجة عايز أقولها، يعني أنا مش مقتنع بمكسوني ده أبدا، ولا مقتنع. أنا طبعا وأنا واحد زي محمد عبد المنعم حتى الآن الجماهير ولا الفريق، وأنا نفسي. عندي قصور وبتاع، وعنده واحد زي محمد عبد المنعم ده أسيبه إعارة، وبعدين كهرباء وأجي أسيبه وأجيب مكسوني ده ولا طيب تسمع كابتن برضو.